ماذا فعلت فتاة متدينة عندما علمت أن المتقدم لها لا يحفظ أي جزء من القرآن؟ تقدم شاب لخطبة فتاة متدينة، وعندما جلس معها جلسة الرؤية الشرعية سألته الفتاة: كم جزءاً تحفظ من القرآن؟ فأجابها: لا أحفظ أي جزء، ولكني أتمنى أن أكون عبداً صالحاً. ثم سألها ذات السؤال: كم تحفظين من القرآن؟ فأجابت: أحفظ جزء عمّا. وطلبت منه الفتاة أن يعين بعضهما على حفظ كتاب الله، فوافق بهذا الطلب، ووافقت الفتاة به زوجاً، لأنها أحست أنه صادق في أمنيته ومستعد أن يطبقها إن وجد من يعينه. وبعد الزواج بدأ مشروعهما، وقد بدأ بحفظ سورة مريم. ثم توالت السور وحصل على الإجازة في كتاب الله عز وجل، ثم عرضت عليه أن يبدأ في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل هذا ما اتفق عليه، واستمر الأمر على ما هو عليه، وأخذوا إجازة الحفظ كذلك. وأثناء زيارة الزوج لبيت والد زوجته، كان يريد أن يبشر والد زوجته أنهما أتم حفظ القرآن وأخذ فيه إجازة، وكذلك إجازة في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أخبره بالأمر تعجب والد الزوجة من كلام الزوج. دخل الرجل غرفة ابنته وأحضر بعض الأوراق ووضعها أمام الزوج، ويا للمفاجأة عندما رأى الزوج أن زوجته كانت قد حصلت على الإجازة في حفظ كتاب الله، وإجازة في حفظ كتب السنة الستة قبل أن تتزوجه، لكنها ما أرادت أن تحرجه، وأرادت أن تعينه بأن تظهر أنها مثله لا تحفظ، لا أن تعمل محفظة عليه. ربما هو درس في الأخلاق والأدب ينبغي على الجميع أن يتعلمه قبل أن تتفاخر بشيء وتظهر الشخص الذي أمامك على أنه ليس في مستوى فهمك أو علمك. ينبغي عليك أن تحترم ما هو عليه وأن تشجعه بطريقتك. نسأل الله أن يرزق جميع شباب وفتيات المسلمين الزوج الصالح والزوجة الصالحة الذين يعينون بعضهم على الخير. شكرا للمتابعة. أخي الحبيب، لا تنسى أن تنشرها لأصدقائك لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لحضراتكم على مشاهدة الفيديو، وأرجو ألا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة.